الفقرة الطيبة اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ولسنن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيشرفني في الفقرة دي مولانا الشيخ حافظ عبد الحليم من علماء الازهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة، شرفتنا مولانا وأنا يا مولانا وانستنا. الله يكرمك يا استاذ الشرف لينا ربنا يبارك فيك. حضراتكم معوديننا بنبتدي الفقرة بالصلاة على سيدنا النبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، <applause> اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين. اللهم الله امين، الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور واهله. امين يا رب العالمين. مولانا عايزين حضرتك تكلمنا عن صلة الرحم. وخاصة وللأسف يعني إن الأمور ما بقتش في العلاقة بين الأرحام زي الأول. يعني الأول كان في حاجة بتتسمى لمة العيلة. قعده العيله مع بعض سؤال العيله عن عن بقى عن بعض الاعمام والخلان والخالات والتزاور الامور دي يعني قلت شويه ويعني في الحضر يمكن قلت بشكل اكبر من يمكن في القرى لسه ما زال في حفاظ على هذه القيم الطيبه فكلمنا عن فضل صله الرحم في ديننا العظيم ويعني اللي ما بيصلش رحمه ممكن ينوبوا ايه طيب وإحنا الاول لازم نبقى عارفين ان هذا الدين قائم على الاجتماع آه والله سبحانه وتعالى في القران قال يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف واذا كان هذا التعارف الله سبحانه وتعالى احبه ان يكون بين الناس الذين لم يكن بينهم ارحام فكيف بمن فيهم ارحام ولو قرات في القران الكريم هتجد ان الله سبحانه وتعالى امتن واثنى وذكر في معرض المدح الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل وكذلك الله سبحانه وتعالى ذم الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل. ففي ناس بتقطع وناس بتصل، في الصنفين موجودين. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني حذر تحذير شديد جدا من مساله قطع الرحم. قال: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى قطع الرحم بالافساد في الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لصله الرحم فضل كبير جدا مختلف عن اي حاجه. واصلا كلمه الرحم نفسها في من بين كل العبادات من بين كل العبادات العباده الوحيده التي اشتق اسمها من اسم الله سبحانه وبحمده الرحمن يعني الصلاه لم يحدث في الصلاه انها اشتقت من اسم الله ولا الصيام ولا الزكاه ولا اي عباده الا الرحم اشتقت من اسم الله الرحمن واول ما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وفرغ سبحانه وبحمده منه تعلقت الرحم بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك فقال نعم قال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فواصل الرحم موصول بالله سبحانه وبحمده والنبي صلى الله عليه وسلم من أول ما دعا إليه من أوائل الدعوة اللي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة صلاة الأرحام حتى عبد الله بن سلام ده كان عالم من علماء اليهود يقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس حول الناس اتلموا حواليه وكانوا يقولوا إيه جاء رسول الله المدينة جاء رسول الله المدينة قال فوقفت بين الناس انظر اليه فلما نظرت في وجهي فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. فكان مما سمعت اول ما سمعت منه قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام. فسمع منه هذه المقاله صله الرحم. وفي القران الكريم حتى صله الرحم ليست موجوده في الاسلام فقط. الاسلام جاء ليثبتها ويؤكد على هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ذكر ان صله الرحم موجوده في كل الديانات والشرائع السابقه. فقال سبحانه وبحمده واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى. والله سبحانه وتعالى قال: وات ذا القربى حقه فات ذا القربى حقه في اكثر من معنى الله سبحانه وتعالى يؤكد على معنى صله الرحم. ومن بركات صله الرحم اهم حاجه من بركات صله الرحم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الفضل لمن اراده. يعني يا إيه يعني اللي انت عايزه لو انت عايز الفضل ده هتعمل بالنصيحه دي أيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب اللي عايز من احب ان يبسط له في اثره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصد رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرين هما من اكثر ما يشغلنا في الحياه ان اما بيشغلني طلب الرزق واما ان انا يشغلني بقائي بقاء ذكري واستحسان ذكري في الناس ودعوة ربنا سبحانه وتعالى جعلها على لسان خليل الله ابراهيم لما قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين فاحنا قدامنا ان احنا ننفذ هذه الدعوة ونأخذ بأسباب هذه الدعوة إن الله سبحانه وتعالى يبارك في أعمارنا وبارك في أرزاقنا والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لي تحديدا مسألة أن يبسط له في رزقي أو أن يبارك له في رزقي لأن أغلب الناس اللي هي بتقطع أرحامها بتقطع بسبب الرزق غالبا إما خلافات على ورثة أو أيوة. على مال فالناس بتنقطع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اطمن يعني موضوع الرزق ده هيجي لك هيجي لك وصله الرحم سبب في بركه الرزق او في زياده الرزق. او ان في خلاف بينهم على مصالح ماديه برضه. ودي اغلب الاشياء اللي بتكون سببها بقطع الرحم. وانا حقيقي مهم جدا ان انا اذكر سؤال بتعرض ليه كتير جدا. لما يكون والدي ووالدتي في بينهم خلاف، منفصلين. آه طب آه والام عاوزه تاخدني في صفها والاب عاوز ياخدني في صفه اقارب الام رحمي ليهم حق علي واقارب الاب رحمي وليهم حق علي وجب علي ان انا اصل الاثنين ولا علاقه تريب بالخلافات الموجوده بينهم حتى لو كان حد من قرايبي احيانا ممكن الام تقول لابنها ما تكلمش خالك ما تكلمش خالتك بسبب مشاكل بينهم مالكش دعوه بالوصيه دي ولا يعمل بها اصلا انت صله رحمك انت مسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى. حتى لو من ورا عشان عم. ما يضايقش حد من وراهم يصل هو رحمه ومش لازم يضايق مامته او باباه يعني. والله براحته. اه. المهم ان هو يصل, يصل الرحم لان هو هيسال امام الله سبحانه وتعالى والقطيعه والوصل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بصله الرحم. شفنا بقى ناس بتوصل لارحامها حتى اللي توفوا يعني انسان يفضل موصول بذكرى ابوه وذكرى امه ويا كمان يرسل لهم من الهدايا في الطاعات وفي الصدقات ما يجعلهم يعني ان شاء الله يعني يبقوا فرحين في في مقامهم ال او في مستقرهم فهنشوف دلوقتي تقرير عن حفر ابار التجميع ونشوف العظمه بتاعه ناس افاضل بعتوا لاهاليهم هديه لانه حفر بير ونسب ثوابه او طلب من الله ان يبقى ثوابه لروح والده كصدقه جاريه شوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا مبادرة سقي الماء بمؤسسة نبض الحياة من أهمها حفر أبار تجميع المياه في صحراء مطروح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة وأسست نبض الحياة دايماً بترصد احتياجات اهالينا في كل مكان في انحاء الجمهوريه في محافظات مختلفه ومنها محافظه مطروح او في صحراء مطروح على الاخص في اماكن معينه زي النجيله والمثالي وسيدي براني والسلوم عشان كده مؤسسه نبض الحياه كان ليها انجاز كبير في صحراء مطروح في حفر هذه الابار لان اهالينا في مطروح بيعيشوا في احواش الحوش الواحد ما بيكفهوش بير واحد احيانا بعض الاحواش بتحتاج اكتر من بير بمساعدتكم وبمساهمتكم هنقدر من خلال مؤسسه نبض الحياه ننفذ هذه الابار لانها الوسيله الوحيده لتجميع مياه الامطار في صحراء مطروح النهارده مؤسسه نبض الحياه عملت شكلين من حفر الابار التجميعيه لمياه الامطار في صحراء مطروح الشكلين دول حضرتك تكرر اي شكل فيهم تختاره في المساهمه مع مؤسسه نبض الحياه الشكل الأول اللي كلنا معتادين عليه وده وعشرين ألف جنيه الشكل الثاني ألا وهو خزان فوق البير اللي حضراتكم كنتم متعودين على الشكل بتاعه خزان وبالتالي الخزان ده محتاج مطور يجيب المية من البير للحنفيات زي اللي حضراتكم شايفينه قدامكم على الشاشة تمن البير ده 35 ألف جنيه لسه في اماكن كتير مؤسسه نبض الحياه محتاجه توصل لها ومش هنوصل لها ابدا الا من خلال حضراتكم، فعلا البير حياه. كلمني حضرتك عن فضل صله الرحم من خلال عمل ملموس. ان مش بس بوصلهم مجرد ان انا بتكلم في التليفون ازيكم عاملين ايه ولا بطمن على والدي ولا بطمن على والدتي لكن ان انا اعمل لهم مشاركه بثواب او ان انا حتى اعمل ده لنفسي يعني انا كمان استاهل ان انا يعني اعمل صدقه جاريه لحياتي قبل ما اموت أيوة. على الاقل عشان ابقى ضامنه ان انا ايه مطمنه كده ان انا عملت حاجه ان شاء الله دائمه يعني بدوام وجودها ان في حسنات كل ما حد يشرب بقه ميه او كل حد ما ياكل اكله او كل ما اطير او حقي برضو ان انا يعني اصل نفسي وانا في حياتي الاخرى ولو احنا عرفنا يعني اصناف الارحام هتلاقي ان الارحام كلها مش على نفس المستوى في الحياه الاجتماعيه ولا الحياه الثقافيه ولا حتى الحاله الـ الحاله اللي بنعيشها مع بعض كلنا يعني في نفس التواصل هتلاقي منهم صاحب الحاله الماديه المرتاحه وهتلاقي منهم المكروب اللي عنده مشكله وعنده كرب، وهتلاقي منهم الميسور، وهتلاقي منهم اللي ما عندوش اولاد، هتلاقي منهم كل الاصناف دي. طب تخيلي كده لو انا جبرت بخاطر حد ما عندوش اولاد ورحت دخلته معايا في صدقه زي البير دي. وقلت ان البقر هذا البئر يعني صدقه جاريه عني وعن فلان الفلاني او فلانيتي الفلانيه اختي او عمتي او خالتي. او حتى يعني عمي او او, أو اخويا او حد من ارحام المقربين مني ودخلته معايا في الصدقه دي او انا عملت الصدقه دي اصلا عشان تخيلي كم السعاده والفرحه دخلتها عليها تكون عامله ازاي هو شعر ان ماليش انا ماليش ابن وماليش ذريه ولكن ابن اخويا او ابن اختي عمل عني ده ودخلني معاه فدي مش صلة راحت دي من اعظم الصلات اللي ممكن تصل بيها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عن الصدقه قال افضل الصدقه دي ما كانت على ذي الرحم الكاشح اللي هو الفقير المحتاج. دي افضل الصدقه. وفي ناس بتعمل حاجه تانية بقى. في ناس بيبقوا في قرى وفي وانتقل اتولد في قريه او اتولد في محافظه وبعد كده اتنقل للمدينه. فبيتصدق او يجعل الصدقه بتاعته في المكان اللي هو جاي منه، زي ناس بتعمل ابار في في صحراء مطروح بنيه دي بنيه ان هو ده المكان اللي اتولدت فيه فانا بقصر رحمي هناك لان م. اكيد حد من قرايبي ممكن يطاله شيء من هذا الايه؟ من هذا العمل. وصدقه الميه تحديدا هي صدقه ليها فضل كبير جدا الله سبحانه وتعالى احبها. والنبي صلى الله عليه وسلم حث <applause> عليها والاجر بتاعها بيكون دائم ومتصل خصوصا اذا كانت الصدقه بتاعه الميه صدقه جاريه انت بتوفر عمل هو صار وقفة على مكان وعلى أسرة وعلى حوش وعلى منطقة بأكملها كل حد بيعد منها بيستفيد وكل حد بيسكن فيها بيستفيد وكل يعني طفل جديد مولود بيستفيد فدي صدقة جارية مش مجرد مية انت بتوفرها لهم فيشربوا ينتهي الأمر ده انت بتعمل لهم حاجة يمسكوا بيها مية المطر فيستفيدوا من وجود, من وجود البير بصفة عامة وبشكل دايم ولأن طبيعة المكان هناك لا تصلح إلا بمية المطر وهم حياتهم قائمة على مية المطر فبالتالي محتاجين الأبار دي علشان خاطر يمسكوا بها مية المطر اللي بيسموها الأبار دي بيسموها مساكة المية وحياتهم قائمة عليها فدي صدقة من أعظم أبواب الصدقات اللي ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى يراها من العبد وتدخل معاك الأرحام وممكن تكون دليل على رحمك أنت ممكن أصلا تكون ده باب من أبواب فتح صلة الرحم لما تلاقي انت عملت الصدقه ديت او دليت حد على من ارحامك عليها اه ممكن انت واخواتك وانا ده شفته بعيني أوه. في بينك وبين اخواتك مشاحه في مشاكل فرحت انت عملت عمل زي ده ودخلت معاك اخواتك وبعت لهم, وكتبت آآ آآ لهم الـ الـ الفيديو او حاجه ان انا بهد اه وانا والله رايت هذا بنفسي الله كذا يعني كذا كذا حاله قدامي كده وده بسببه رجعوا وصلوا رحمهم تاني وكمان الاخوه يغيروا من بعض يعني انا اعرف واحده من الاخوات كانت باعت الحلقة بتاعها باعت الحلقه بتاعها وانا كنت حاضر معاها الموقف ده باعت الحلقه بتاعها عشان خاطر تعمل تساهم في بير تساهم خير. في بير لوالدها اخواتها الثلاثه عملوا زيها لما عرفوا الموضوع ده فانت اصلا ما تعرفش انت ازاي ممكن تصل رحمك ازاي الرحم المنقطعه ديت بسبب صدقه ربنا سبحانه وتعالى يسرها ممكن بنية بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يجمعكم بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يؤلف قلوبكم على بعض ده باب عظيم جدا من الأبواب اللي ربنا سبحانه وتعالى قربنا بيها من بعض أنا بقعد أتخيلها كده لما أجي أعمل حاجة ونفسي تمنع مش تمنعني تكسلني مش هقول تمنعني لأن الخير يعني المنع ده يبقى أنا إنسانة يعني فيش خير أساسا بس نفسي تكسلني أو شيطان يقول لي طب ما معلش بعد مش عارفة إيه عشان هيحصل إيه فهندفع إيه أو بتاع أقعد كده مع نفسي اللي خليني أقوم أفز بقى في ساعتها اتخيل كده وانا شفت كتير صحابي أيه. ودفعتي وناس كتير ببقى لسه مثلا يقول لك ده لسه مكلمني امبارح ده لسه الصبح كان مش عارفه ايه فبالنسبه لمرحلتي السنيه الموت قرب جدا لو اقنعت نفسي ان بنت انا بنت ممكن فامريكا. يبقى ده اخر عمل يعني انا هعمل العمل ده او هتصل بالرقم ده اقول لهم انا عايزه اعمل بير او عايزه اشارك في عمل بير انا معيش وعشرين 25000 كلهم انا معايا 2000 انا معايا 3 قالوا انا عايزه اشارك يعني جمعوني مع مجموعه ناس في فكره البير بير التجميع دي وده يبقى اخر عمل اعمله اولا يا ربنا يديني يا رب شويه عمر كمان لو م. العمر اتمد فانا هستمتع بالثواب اللي هيجيلي من الفعل الخير اللي انا عملته أي. لو العمر خلص هبقى انا ذكيه لحقت نفسي ويبقى اخر عمل من اعمالي او من اواخر اعمالي ان انا عملت ساعدت الناس انها تشرب ميه ساعدت الناس انها تعيش ساعدت ناس انها تتجوز ويعملوا بيت ويعمروا الارض فده اللي انا بعمله عشان انا برضو ايه لما احس ان الهمه شويه فطرت او ان ما فيش مش عارفه فلوس اروح افتكر مش فلوس ايه ده انا لسه عامله حادثه صرفه فيها قد كده ما ممكن يجيلي مصروف وما يروحش خير ولا حاجه ده رايح في حادثه ايوه فده افضل فوزكره. انا اقنع نفسي او افكر نفسي بحاجات لا يلا قومي ده ده انا انا الحمد لله معدتي فيها اللقمه اللي مشبعاني و... و... وساتره نفسي بهدمه وده كفى ما, عندي... ما عنديش دين الحمد لله ما فيش حد مدين ما عنديش دين فبقول لاخواتي برضو نفس الحكايه اتكل على الله يلا مش مستاهله والله و... و... ومستعجله المساله مستعجله لانها من كرم الله انه ما قالناش احنا هنموت امتى عشان يبقى دلوقتي دايما عندي امل ان انا لا لسه عايشه شويه اعمل الحق اعمل حاجه حلوه واقسم بالله انا داخله هو على الستين بعد السن ده مفيش حاجه في الدنيا تستاهل تتعمل يعني احنا قاعدين على كرسي في في, في في قطر والقطر ماشي وقربنا نوصل مفيش حاجه مستاهله تتعمل في الدنيا غير ان انا اللي ربنا كلفني بيه ان انا اعمله احاول اربي ولادي عملت الرساله اللي عليا مفيش بقى حاجه تانية وجنب الرساله وجنب الرساله اللي انا بعملها ان انا بربي ولادي او باكل عيالي طبق رز تمن طبق رز من اللي ابني بياكله تمن طبق رز بس ينفع تصدق بيه باقل القليل من 10 جنيه هتقدر تروح مكتب البريد تقول لهم انا ال جنيه دي تبرع لمؤسسه نبض الحياه وتكتب فيها مشاركه في ابار مش... اللي يعني المساله مش محتاجه ان احنا نستنى والله العظيم انا بقول لكم ده من قلبي وربنا العالم انا بقوله ونفسي الناس كلها ربنا يرضى عنها يا رب ويعملوا افعال خير ويعملوا طاعه وانا معاكم ادعوا لي ادعوا لي معاكم ربنا يتقبل ان شاء الله مني ومنكم بس الهمه وبالبرهان مؤسسه نبض الحياه اهو زي ما على عينك يا تاجر تقارير قدامنا عايز تروح يلا بينا نلم بعض كده يا جماعه نقول عايزين نروح نفتتح البير اللي انا عملته ده نروح كلنا تساهم في وصله تساهم في وجبه اطعام تساهم في مسجد اي حاجه فربنا يكرمكم احنا بنتكلم صحيح دلوقتي عن الابار لكن المساله مفتوحه اللي قلبك يروح له اللي قلبك يروح له يلا ما تتلكعش 15 740 حالا خد الخطوه وشوف رب العالمين طالما انت شفتني دلوقتي وانا بقول الكلام ده وربنا استنطقني الكلام ده يبقى انا بقوله عشان حضرتك تعمل فعل وربنا يجازيكم كلكم خير. اسفه يا مولانا. لا لا اسفه يعني على ايه؟ يعني احنا كلنا بنأكد على نفس المعنى حد كل واحد يعني باللي ربنا سبحانه وتعالى بيملي عليه وزي ما حضرتك فضلت وقلتي ربنا استنطقني بهذا الكلام أوه. فما نعرفش احنا يعني من اين يأتي لنا الخير ومن اين يأتي للمستمعين الخير. طب في خير تاني ان شاء الله هنشوفه في التقرير اللي جاي نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. النخيل الخيري مشوار بدأته مؤسسة نبض الحياة عشان تحقق به التنمية المستدامة بفعل الخير يقول الله سبحانه وتعالى وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ صدق الله العظيم النخلة شأنها عظيم اهتم بها المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحرص على زراعتها الصحابه الكرام رضوان الله عليهم اجمعين. وقف النخيل الخيري بمؤسسه نبض الحياه بيحجج لك الفرصه عشان تكون لك نخله صدقتها مستمره. مشروع وقف النخيل الخيري بمؤسسه نبض الحياه تم زراعته بسهل قروين في الفرفره بمحافظه الوادي الجديد. مؤسسه نبض الحياه مشروع وقف النخيل الخيري. نفذنا سبع مراحل لوقف النخيل وحاليا شغالين على المرحله الثامنه. مشروع وقف النخيل بمؤسسه نبض الحياه اكبر مشروع خير استثماري لدعم كافه اوجه الخير وبفضل المتابعه والاتقان قدرت مؤسسة نبض الحياة إنها تزرع أكثر من 60 ألف نخلة على مساحة ألف فدان. عائد النخلة الواحدة ممكن يكون سبب في فك كرب غارم أو غارمة، أو تسيبة أسرة مستحقة، أو زواج فتاة يتيمة. كمان عائد النخله ممكن يكون سبب في وصله ميه او حفر بير او بناء بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى اوجه الخير كتير ومحتاجه دعم مستمر وده هدف مشروع وقف النخيل الخيري بمؤسسه نبض الحياه وبفضل الله المراحل اللي تم زراعتها في وقف النخيل كانت نتائج مبشره بفضل المتابعه المستمره كل نخله في وقف النخيل الخيري هتكون صدقه جاريه لصاحبها اللي تبرع بيها حجار كريمه والله العظيم ما اعرفش ليه بيجي في مخي دايما اخونا الفاضل وهو شايل في ايده البلح البشاري الحلو ده والله كانها عقيق تحس ان ان ما شاء الله يعني حاجه كده صنع الله سبحان الله يعني على صنع الله فيا رب ان شاء الله نبقى كده قاعدين في الجنه كده كل اللي ليه نصيب باذن الله في نخله من دول يبقى كده ايه حواليه نخل طرح حجار كريمه كده إن شاء, رب شاء ان شاء الله نخله يبقى نخل بقى كتير وبساتين ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين يا رب. وان ننعم فيها يا رب العالمين يعني بكل ما امتن الله عز وجل به علينا واذا كان اصلا اهل الجنه لو ما زرعوش نخل في الدنيا وعملوا اعمال خير تاني فالله سبحانه وتعالى بيمتن عليهم بان يكون ليهم نخل في الجنه احنا احنا المره الجايه ان شاء الله هانت اهي شهر 10 آه باذن الله, بإذن الله تعالى الله. ان شاء الله المرحله الثامنه باذن المرحلة تعالى الله المرحله الثامنه يا رب عبال مرحله 800 جاه النبي والسحر كلها أمين. تبقى خير يا رب امين يا رب طب عايزين ناكد على حضراتكم المرحله الجايه اهي يلا يلا, يلا يعني آه خلاص الاستعدادات بدات آه عشان كمان نحضر الاوتوبيسات بالاعداد ان شاء الله بكل مره بتكتر والله بيبقى يوم جميل جدا واحنا يعني فرحتنا قوي بالناس لما بتيجي لا تضاهيها فرح ولا تساويها فرح شوفوا يا استاذه احنا في كام ملف في المؤسسه معانا في عندنا الملف سقي الماء باشكاله المختلفه سواء كان الوصلات او الابار او محطات التنقيه وعندنا تسقيف المنازل وعندنا المساجد وعندنا ملفات كتير جدا وزواج اليتيمات ولكن يبقى الملف بتاع وقف النخيل ده تحديدا ليه في النفس اثر غريب جدا لكن انت كل مره بتروح وكل زياره بتروح العظمه اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بيها دي بتزداد هيبه في النفس كده فبتنظر لهذا المكان وخصوصا ان احنا من الرعيل الاول كده زي ما بيقولوا شفت الارض هي صحراء فقعدنا مع بعض كده نتفكر يا جماعه الصحراء دي هيجي عليها يوم من الايام هتبقى بالجمال والحلاوه واحه خضراء كده هتبقى يعني مكان للنور اللي هيشع في كل الارجاء بفضل الله سبحانه وتعالى صدقه اتحطت واتدفعت صارت بليلة ما حد فينا يعرف عنها حاجة ولا يعرف الفلوس بتاعتها جات ازاي ولا اتحوشت ازاي ولا مين اللي دفعها وتبقى جت في مكان عمرت الارض وخدرت الارض فتحت بيوت قضت حوائج ناس الواحد بيتصور المشهد ده واللحظه دي انا انا واحد من الناس اللي ان شاء الله ناس الله نكون من اهل الجنه يا رب العالمين نفسي كده لما ادخل الجنه اطلب من ربنا قصه صدقه يا رب. اشوف قصه صدقه كده في في النخل دوت حصلت ازاي اللي دفعها دفعها ازاي وكان مصدق ولا كان متشكك؟ و... و... ولما دفعها ايه اللي حصل في حياته؟ طب لما الصدقه ديت وصلت عندنا المؤسسه ازاي جبنا الفسيله وازاي اتزرعت في الارض وازاي تم رعيتها؟ اشوف القصه بتاعتها وازاي بعد كده لما كبرت وطلع منها فسايل عمرت برضو الصحراء تاني وبعد كده بقى كل طرح مع كل طرح مع كل سنه عمل جديد بيكون في موازين حسنات صاحب الصدقه دي اللي اللي دفع الصدقه ديت الف ولا الفين ولا خمسة اتعمل له بيها بير مرة سنة بير وسنة مسجد بيتبناله وسهمة في مسجد وسنة وصلت مية وسنة جوز بنت وسنة وسنة فكل سنة كل دي حلو. أعمال بتروح مش هي مش صدقة واحدة وخلاص ده صدقات احنا ان شاء الله هنتجمع كلنا ان شاء الله الشهر الجاي 15 740 ده الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه يلا بينا يلا الهمه عشان نتقابل في وقف النخيل ان شاء الله في المرحله الثامنه انا بشكر حضرتك جدا جدا يا مولانا شرفتنا وانستنا شكرا موصول لحضرتك وللساده المشايخ. الله يخليك للاسف الفقره دي خلصت استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم